الرئيس في هذا الحوار أيضا وضع الولايات المتحدة الأمريكية كدولة عظمى أمام مسؤوليتها الحقيقية، هي ليست مسؤولة فقط عن تحقيق الأمن والسلام للشعب الأمريكي، ولكن عليها أيضا أن تساهم كدولة عظمى في تحقيق هذا الأمن والسلام للعالم كله. وركز الرئيس على قضيتين أعتقد أن هي شغلت ذهنه بشكل كبير جدا وكانت حاضرة وبقوة أيضا في كلمته التاريخية أمام الأمم المتحدة. ويمكن إحنا متعودين طول الوقت كثقافة قديمة دايما لما الرئيس في أي يوم يقول كلمة نقول عليها كلمة تاريخية، لكن هذه المرة الرؤية التي قدم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي مصر كانت تاريخية بالفعل. عاد أو أعاد إلى الأذهان مرة أخرى مصر التي صنعت السلام من 40 عاما. ركز الرئيس في كلمته على السلام، على مفهوم السلام الذي يجب أن يعم العالم كله. مصر السادات التي كانت تبادر بتحقيق السلام ولم يعي الكثيرون قيمة وأهمية هذا السلام إلا بعد سنوات طويلة. من جديد يجدد الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته أمام الأمم المتحدة أهمية بناء عملية السلام في الشرق الأوسط، وأهمية أيضا أن يكون هناك توجه من العالم كله نحو السلام. طبعا الأخوة خلاص بقى، ما احنا لازم نسمي المسميات باسمها الحقيقي، الأخوة الأعداء اللي واقفين لنا على الناحية الثانية اختزلوا كل كلام الرئيس حينما كان يتحدث أن السلام لابد أن يتحقق من خلال سلام المواطن الإسرائيلي وسلام المواطن الفلسطيني، هذا هو الذي سيحقق معنى السلام. هم ركزوا على تكرار المواطن الإسرائيلي المواطن الإسرائيلي وحاولوا أن يخطفوا الأذهان إلى هذه المسألة، رغم أن المعنى الذي أثاره الرئيس كان معنى ذا أهمية كبيرة للعالم كله.